أهلا بكم. عادت إيران لاعبا مؤثرا في الاقتصاد العالمي مع توقيع الاتفاق النووي مع الدول الست في فيينا. بعد 22 شهرا من المفاوضات المكثفة، ستبدأ طهران مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية ومن الريادة في قطاع الطاقة. ومهما طالت خارطة الطريق التي تسبق دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لن يكون هناك أي عائق أمام الشركات الأجنبية أو الأفراد للاستثمار في مختلف المجالات. في حوارنا الاقتصادي اليوم نضيء على أبرز النتائج على الاقتصادين الإيراني والعالمي لهذا الاتفاق التاريخي بين إيران والغرب، مع ضيفنا الدكتور صباح زنجاني المستشار لاتحاد الغرف التجارية في إيران. أهلا بك. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا دكتور صباح، ما هي أبرز القطاعات التي كانت محاصرة ويتوقع أن تستعيد نشاطها وتنتعش سريعا في المدى المنظور؟ تحياتي لكم وللكادر المشرف على هذا البرنامج وللمشاهدين الكرام. شكرا لك. الواقع أهم القطاعات التي عرقلتها أساليب الحظر المختلفة التي اتبعت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو مجلس الأمن، كانت تشمل قطاع المال والمصارف بدرجة أولى، وكذلك تصدير البترول إلى دول مختلفة، بحيث حاولوا أن يكون حجم الصادرات البترولية محددة برقم معين لا أكثر، ونقل أموال صادرات البترول واجهت صعوبات كثيرة أيضا. قطاع التقنية للمعلوماتية أيضا واجهت مشاكل، وقطاع النقل وخاصة النقل الجوي، الطائرات وقطع الغيار كانت ممنوعة على إيران. هذه أهم القطاعات. طبعا في مجال النفط والغاز هنالك موضوع الاستثمار، موضوع استخدام التقنية الحديثة، موضوع الاستخراج والتصدير، البتروكيماويات. جميع هذه القطاعات واجهت صعوبات مختلفة عرقلتها القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة أو قرارات ثنائية من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى. هل بدأ يتضح أمامكم ما هو القطاع الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية؟ ربما من المراقبة التي أو الرصد الذي قمتم به منذ الثاني من نيسان، يعني منذ اتفاق لوزان، عندما بدأت الشركات تبدي رغبتها وتظهر استعدادها للعودة إلى السوق الإيرانية وهي سوق واعدة كما نعلم. نعم، من الواضح أن حجم الاقتصاد الإيراني يتجاوز المليار دولار، أو في الواقع التريليون دولار، يعني 1000 مليار دولار في السنة. هذا الاقتصاد بإمكانه أن يتطور ويأتي بنتائج إيجابية أكبر، وخاصة وأن هذه القطاعات المختلفة التي ذكرتها كانت تواجه عرقلة في الاستثمار وفي التعاطي، إن كان في التبادل التجاري أو استيراد البضاعة الإيرانية أو التصدير إلى السوق الإيرانية الكبيرة. وبذلك تصبح السوق الإيرانية سوقا واعدة وكبيرة، وبإمكانها أن تحرك حتى اقتصاد القارة الأوروبية التي واجهت مشاكل كبيرة. ومن هنا واجهنا وشاهدنا العديد من الشركات التي أقدمت على القدوم إلى إيران حتى قبل الإعلان عن الوصول إلى هذا الاتفاق. أنا شاهدت معرض القطاع النفطي، البترول والغاز في إيران، والذي تم قبل حوالي شهر ونصف من هذه الفترة،
أقدمت حوالي 750 شركة عالمية أوروبية آسيوية وحتى دول شركات من دول أمريكية من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أقدموا على المشاركة أو حضور هذا المعرض الكبير، بحيث واجهت المسؤولين عن هذا المعرض مشكلة إعطائهم أماكن للحضور وفتح غرف وأقسام للعرض. يعني ما نفهمه منك أنه ليس قطاع النفط وحده ما يجذب الشركات، هناك قطاعات مختلفة متنوعة يهم الشركات الأجنبية أن تستثمر فيها، ليس فقط قطاع النفط أو الغاز كما يعتقد البعض، يعني كما هو الاعتقاد السائد للمراقبين من الخارج. نعم، لا شك أن القطاعات الأخرى لها جاذبية كبيرة أيضا، يعني قطاع النقل كمثال هنالك حاجة كبيرة إلى شراء طائرات حديثة ربما تتجاوز 100 و120 طائرة حديثة، سيكون هنالك عمل جاد للشراء، وسيكون هنالك تنافس كبير بين الشركتين الكبيرتين في هذا القطاع لكي تحظي بهذه الصفقة الكبيرة. هنالك نعم البوينغ والإيرباص، سيكون هنالك تنافس كبير، ولا سيما ان ايران تبدي رغبتها في اكثر من مناسبه بتحديث اسطولها الجوي وبتطويره. نعم. طيب في الواقع هل السوق الايرانيه نعم. جاهزه لاستيعاب تهافت هذه الشركات الاجنبيه للاستثمار والعمل فيها من ناحيه القوانين، من ناحيه ربما الطواقم الجانب الفردي، هل السوق الإيرانية مستعدة لدخول شركات أجنبية بهذا الكم وبهذا القدر إليها؟ نعم، الكوادر الفنية والمالية والإدارية تتحرك بسرعة، ولا بد من الإشارة إلى أن هنالك توجه كبير من قبل الدولة ومن قبل القيادة الإيرانية لخصخصة كثير من هذه القطاعات. الآن دخلت شركات كبيرة من القطاع الخاص في قطاع النقل الجوي والبري والبحري، وأخذت على عاتقها مشاريع كبيرة جدا، تمكنت أن تظهر مقدرة على الإدارة ومقدرة على الإنجاز والإنتاج بكفاءة عالية جدا. القطاع الخاص إذن الآن دخل بكل قوة إلى جانب القطاعات الحكومية، مما يساعد الحكومة من ناحية على استقطاب هذه الشركات الكبرى، وأيضا على إيجاد الكفاءات اللازمة والضمانات اللازمة التي تحتاجها هذه العملية الكبيرة. هنالك مجال الاي تي او التقنية المعلوماتية، هنالك تطور كبير من ناحية البحوث والحصول على اجيال جديدة في مجال التقنية المعلوماتية، مما سيجذب ايضا كثير من الشركات الكبرى في هذا المجال. نعم، الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد تحدث أكثر من مرة، لعل أبرزها في مؤتمر دافوس عام 2014، قال إن بلاده تعمل على تطوير القوانين وتحسين شروط الاستثمار. هل بالفعل حصلت تغييرات واضحة فيما يتعلق بالقوانين و يعني بكيفية التعاطي مع شركات أجنبية، ولا سيما أن إيران لم تعتد في العقود الأخيرة هذا القدر من الانفتاح الاقتصادي والاستثماري والتجاري؟ نعم، لا شك أن إيجاد الأجواء المناسبة من ناحية القوانين والبنية التحتية في هذه القوانين التي تضمن حقوق المستثمر الأجنبي، تضمن دخوله بسلاسة وتضمن خروج أمواله وأرباحه بسلاسة وقانونية.
هنالك تطوير كبير في هذه القوانين، هنالك مسؤولية وضعت على عاتق الغرف التجارية لتصبح مؤسسة استشارية كبرى للحكومة ولمجلس الشورى البرلمان الإيراني وللسلطة القضائية. هذه السلطات الثلاثة بإمكانها أن تساعد على الحركة السلسة والانسيابية في موضوع الاستثمارات والعمل التجاري وتطوير الأجواء الداخلية، إن كان من ناحية الضرائب أو من ناحية تملك المنافع في المشاريع ونقل الأموال. الجهاز المصرفي عليه عمل كبير وعليه أن يشارك في هذا القطاع، وتسهيل الأمور ضرورة تلزم هذا القطاع بأن يطور آلياته بحيث يتمكن أن يواكب هذه الحركة، إن كان من ناحية الضمانات البنكية والمصرفية أو تقديم التسهيلات اللازمة، خاصة وأن الاتفاق الذي طرح في جنيف أخيرا يأتي بمسؤوليات كبيرة على الدول الكبرى، يعني على الدول 5+1 أيضا التزمت بتعهدات جيدة جدا بإيجاد الأرضية المناسبة وتقديم التسهيلات البنكية والمصرفية والتأمين، والتأمين أو إعادة التأمين على المشاريع وعلى الحركة التجارية، مما يحقق الشيء الكثير في المستقبل ويأتي بقفزة اقتصادية مهمة في البلاد. نعم دكتور صباح، سنتابع هذا الحديث معك، ولكن اسمح لنا بالتوقف مع فاصل قصير، ومن بعد الفاصل نتحدث عما يمكن أن نشهده من إعادة هيكلة ربما للاقتصاد الإيراني، وعن كل الآثار المترتبة إيجابية كانت أم سلبية على اقتصاد الدول المحيطة في محيطة بإيران ودول العالم. إذن فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأهلا بك دكتور صباح زنجاني من طهران. قبل الفاصل تحدثنا قليلا عن التغييرات التي كانت تجريها إيران استعدادا لاستقبال الشركات والأفراد الراغبين بالاستثمار فيها. في الواقع هل يمكن أن تصل بنا الأمور إلى أن نشهد إعادة هيكلة ربما للاقتصاد الإيراني ومزيد من الانفتاح وتحرير الأسواق؟ نعم، هذا جاري الآن على قدم وساق. هنالك عدة محاور تعمل عليها الحكومة والقطاع الخاص. هنالك تعاون جاد بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد مشاريع على أسلوب التريبل بي، يعني برايفت بابليك بارتنرشيب، المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتنفيذ هذه المشاريع. هنالك اهتمام كبير بعدم الوقوع في فخ الاعتماد على الصادرات النفطية، أي أن هنالك توجه كبير من قبل الحكومة ومن قبل القيادة على أن تنوع الحكومة والبلد مواردها المالية أكثر من السابق، والاعتماد كمثال على المعادن والمناجم. المعادن والمناجم هنالك أحجام كبيرة وهنالك أنواع كبيرة من العناصر الكيماوية المتواجدة في الأرض الإيرانية بإمكانها أن تحقق طفرة هائلة جدا، إن كان من ناحية تطوير هذه المواد الخام أو تصديرها أو تعبئتها و تصديرها إلى الخارج، أو إيجاد مشاريع تبدل من هذه المواد إلى مواد نهائية يستفاد منها في الأسواق. وهذه المواد لديها أسواق كبيرة جدا
ليس فقط في المنطقة بل في العالم. هذه المجالات التي لم تركز عليها الحكومة في السابق نتيجة اعتمادها الكبير على الموارد النفطية، طبعا تقلص هذا الاعتماد منذ بداية الثورة لحد الآن، الآن وصل ربما إلى حوالي 30-35% هذا الاعتماد، لكن مع ذلك تبقى الحكومة مصرة والقطاع الخاص مصر على تنويع موارد الدخل بحيث تصبح أكثر واقعية وأكثر عملية. نعم. يعني في الواقع آخر للتعاون. نعم. تفضل. نعم. التوجه الآخر. هناك اهتمام كبير للتعاون الإقليمي. لنأخذ مثال موضوع الطاقة الكهربائية. إيران الآن تمد حوالي 6 دول من دول الجوار بالطاقة الكهربائية. يعني إيران تبيع الكهرباء إلى تركيا، إلى العراق، إلى أرمينستان، إلى تركمانستان، إلى باكستان، إلى أفغانستان. هذا القطاع سيتطور بشكل أكبر، وحتى يمكن أن يأتي بإيجاد ربط بين إيران وبين دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. بهذا العمل سيكون هنالك ترابط كبير ويقلل من الكلفة في إنتاج الطاقة الكهربائية. إذن هنالك مشاريع وهنالك محاور ستركز عليها الحكومة وتبقى حذرة من الوقوع في الاقتصاد ذي المحور الواحد والاعتماد على شيء معين دون تنويع هذا الاقتصاد. طيب في الواقع دكتور صباح، هل يتناقض هذا الانفتاح مع نظرية الاقتصاد المقاوم برأيك؟ يعني الاقتصاد المقاوم هو ربما ما ساعد إيران في السنوات الأخيرة على تمتين اقتصادها، على تحقيق الاكتفاء الذاتي. هل من خطر على هذا، على هذه القوة الاقتصادية او هذا الاكتفاء الذاتي؟ لن يتعرض الاقتصاد الإيراني إلى ربما هزة أخرى في هذا المجال. هنالك كما ذكرت تركيز على التنويع. حينما يكون تنويع في موارد الدخل أولا، وثانيا الحكومة تقلص من نفقاتها ومصارفها المالية وتقلص من استخدامها وكوادرها، سيكون البلد أكثر أمانا وأكثر اطمئنانا في المستقبل. وهذا ما يمكن أن نسميه بالاقتصاد المقاوم، بحيث يشارك أبناء الشعب في بناء الاقتصاد وتحمل نتائج التطورات الاقتصادية في تعاملها مع الدول الأخرى. دخول الأموال الأجنبية شيء محبذ جدا، ولكن ما هي النسبة التي تعطي الضمان للبلد لكي يستطيع أن يسير بكل طمأنينة وبكل ثقة ولا تؤثر فيه التقلبات حتى المالية التي تواجهها بعض الدول، إن كان في أوروبا أو في شرق آسيا كما حصل في التسعينات؟ طيب في الواقع كيف يمكن أن ينعكس الاتفاق النووي على اقتصادات في المنطقة كانت تمثل وسيطا لإيران أو بين إيران ودول الغرب التي تحاول أن تلتف بطريقة ما على العقوبات، ومنها مثلا تركيا؟ يعني هل سوف تتضرر هذه الدول مثلا؟ أظن أن الاتجاه الآن هو إلى توسيع حجم الاقتصاد. بتوسيع حجم الاقتصاد لن تتضرر الدول التي كانت تتعامل وتتعاون مع إيران في مجالات الاقتصادية لحد الآن. أتحدث عن الدول تركيا الوسيطة بالتحديد. التعاون معها. نعم، تركيا والإمارات كمثال. هنالك توجه لتوسعة حجم التبادل مع هذه الدول. إذن لن يكون هنالك تقليص، بل
سيكون زيادة في حجم التبادل. هنالك طلب تركي كبير لتوسعة التعاون ليصل إلى أكثر من 30 مليار دولار في السنة في قطاع الغاز. نفس الشيء يصدق على يصدق على الإمارات، وكذلك يصدق على العراق. إيران والعراق لديها تعاون اقتصادي كبير جدا، هذا أيضا سيتطور نحو الأحسن بما في مصلحة اقتصاد البلدين. هنالك مقدرة على نقل التقنية إلى العراق وعدم بقائه معتمدا على الواردات الخام، إن كان في المواد الغذائية أو في المنتجات الأخرى. سيساعد الاقتصاد العراقي على تطوير آلياته وبنيته التحتية، إن كان في إنتاج الكهرباء أو في الطرق والمشاريع الأخرى. طيب، في الواقع في موضوع النفط تحديدا، المسؤولون الإيرانيون أكدوا أكثر من مرة إصرارهم على إعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل العقوبات، يعني تقريبا 4 ملايين برميل في اليوم. هذا يعني مزيد من الصادرات والمعروض في السوق المتخم أصلا بالمنتجات النفطية، ويعني أيضا انخفاضا في أسعار النفط. هل يمكن أن تتراجع إيران عن هذا الموقف لأسباب سياسية مثلا؟ هنالك معادلة ربما تكون غير مكتوبة ولكن متفق عليها في اجتماعات دول الأوبك، وهي أن الدول التي تواجه بمشاكل في الإنتاج أو التصدير ستأخذ محلها دول أخرى أعضاء في هذه المنظمة، وحينما يتعافى الوضع وتستعيد تلك الدولة قدرتها على الاستخراج أو الإنتاج أو التصدير ستتراجع الدول التي أخذت محلها إلى وضعيتها السابقة، وهذا ما حصل كمثال في العراق بعد سقوط صدام. الآن أخذ العراق يتعافى ويأخذ حصته من السوق العالمية. يعني لا تخشون تعرض طهران إلى ضغوط من الدول التي تعول كثيرا في ميزانيتها على عائدات النفط، وسوف تكون هي متضررة من تراجع مداخيلها بسبب انخفاض السعر العالمي للبرميل؟ أكانت دول من داخل أوبك أو حتى من خارج أوبك، دول منتجة للنفط، يعني ترتكز في اقتصادها على عائدات النفط بدرجة الأولى؟ نعم، هنالك معادلة متفق عليها، وهي أولا إيران ستحاول استعادة حصتها في السوق العالمية في ضمن إطار منظمة الأوبك. نعم. ولكن هذا الإصرار سيوازيه إصرار على الاحتفاظ بالسعر المناسب للبترول. إذن سيكون هنالك تعاون بين أعضاء دول الأوبك من ناحية، وبين الأوبك والدول المنتجة الأخرى للبترول، وسيكون هنالك اجتماع في القريب العاجل في إيران للدول المنتجة والمصدرة للغاز. هنالك آليات لبناء الثقة بين هذه الدول والوصول إلى معادلة تحمي المنتج كما تحمي المستهلك، ولا تأتي بطفرات أو قفزات تؤثر على اقتصاد هذه الدول أو تلك الدول. صعود الأسعار ليس دائما إيجابي، كما أن هبوطه للدول المستهلكة ليس إيجابيا. هنالك حد وسط يمكن أن تتوصل هذه الدول إليه وتتفق عليه. شكرا جزيلا لك دكتور صباح زنجاني لكل هذه المعلومات والإضاءات القيمة التي قدمتها، المستشار لاتحاد الغرف التجارية في إيران، كنت معنا من طهران. شكرا لك مرة جديدة، وأنتم أيضا مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم.